بعد ما بصيت على الموبايل ده والاعلان عنه حسيت من الاخر كده ان الموبايل فعلا ممتاز وكل حاجه، ولكن تسعيره اجى غلط. فقبل ما اقول لك اي حاجه وقبل ما اقول لك الموبايل ده هو ايه من شاومي، انزل اخبط لايك للفيديو ولاول مره تشوفنا تشترك القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. اما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو مع موبايل شاومي الجديد البوكو ام 4 برو 5G. خلينا مبدئيا كده اقول لكم سعر الموبايل بيبدا من كام عشان اقول لك ليه انا مش راضي عن تسعير الموبايل ده وشايفه مبالغ فيه الصراحه. سعر الموبايل بيبدا من 4200 جنيه وده التسعير اللي حصل بره. يا عالم شاومي هتقلل في مصر ولا لا؟ وحط في بالك قبل ما اتكلم الريدمي نوت 10 برو وحط في دماغك ريلمي 7. تعالى لي بقى اما اتكلم معاك شويه عن مواصفات البوكو ام 4 برو 5G واقول لك ليه انا مش عاجبني الوضع ده. تصميم من ماده البوليكربونات بالنسبه للظهر والفريم، احنا عايزين نعمل موبايل جديد ونسميه بوكو، ناخد تصميم الريدمي نوت 11 هوب نغير فيه نعمل خط اسود زياده كده عند الكاميرات يكمل للاخر ونكتب كلمه بوكو بس بكده صاحبي بقى تصميم البوكو. بصراحه ما فيش اي ابداع ب 3 جنيه في نقطه التصميم، هو تصميم البوكو اكس 3 جي تي هو نفس التصميم الثاني مع تغيير حاجه بسيطه عادوه في سلسله النوت 11 خدوه من النوت 11 راحوا مركبينه على طول على البوكو ام 4 برو، في حين ان في موبايل من شاومي زي ريدمي نوت 10 برو بيقدم لك تصميم من الزجاج وسعره دلوقتي 4000 جنيه للنسخه السته 64 جيجا ذاكره داخليه، شاشه عاديه جدا، شاشه اي بي اس 90 هرتز فول اتش دي بلس، في حين ان عندك الريدمي نوت 10 برو بيقدم لك شاشه اموليد 120 هرتز فول اتش دي بلس. فانا بصراحه شايف ان شاومي بترجع لورا مش بتطلع لقدام، وشايف ان تسعير الموبايل ده غير منطقي بالمره وشايفه اقل بكتير من الطموح اللي كان بيقدمه الريدمي نوت 10 برو. هنا الموبايل بيجي بمعالج ميديا تيك دايمنسيتي 810، المعالج اللي سمعنا عنه هيجي مع الريدمي نوت 10 اللي هيجي اصلا ب 2900 جنيه او ب 3000 جنيه. فازاي موبايل تسعيره 4200 جنيه يجي مع معالج زي الدايمنسيتي 810؟ المعالج ده اي نعم 5G ولكن اتوقع اقل بفرق ملحوظ عن السناب دراجون 732 في نقطه الاداء اليومي وفي نقطه الالعاب. فصراحه بالنسبه لنقطه الاداء لا افضل الريلمي 7 وافضل الريدمي نوت 10 برو، مش شايف اي حاجه من شاومي لحد دلوقتي ولا طفره ولا نقله ولا اي حاجه تستدعي ان انا ابص لموبايل زي البوكو ام 4 برو 5G ده. اما بقى بالنسبه للكاميرات فده الضحك حرفيا، الموبايل بيجي بكاميرتين بس مع انك لو بصيت على الموبايل من ورا هتلاقيه بيجي باربع اماكن ومعاهم فلاش، فهم من الاخر كاميرتين بس، كاميرا اساسيه وكاميرا الترا وايد انجل. ريدمي نوت 10 برو بيقدم تعدديه في الكاميرات اكتر. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه فبتيجي بدقه 16 ميجا بكسل، الموبايل جاي بمدخل 3.5 مللي عادي، جاي بسماعات ستيريو، جاي ببصمه موجوده في زرار الباور، وكل الحاجات اللي انا بقول لك دي موجوده في الريدمي نوت 10 برو اللي ب 4000 جنيه دلوقتي وموجوده في ريلمي 7. اكيد شاومي ما تعملش اي حاجه وخلاص، اكيد الطفره والنقله في البطاريه. عايز اقول لك لا برضه، هنا البطاريه 5000 مللي امبير والشاحن 33 واط نفس الريدمي نوت 10 برو بالملي. فكده لو اتكلمنا على الموبايل وبصينا له بشكل عام، موبايل سعره 4100 جنيه جاي بشاشه اي بي اس 90 هرتز فول اتش دي بلس، جاي بمعالج دايمنسيتي 810، كاميرا اساسيه وكاميرا الترا وايد انجل، جاي بشاحن 33 واط وبطاريه 5000 ملي امبير. ليه انا استنى الام 4 برو البوكو لما انا عندي ريدمي نوت 10 برو بيقدم لي احسن من كده بالنسبه لنقطه الشاشه بالنسبه لنقطه الاداء، وبيقدم لي كمان تعدديه في الكاميرات اكتر زي الكاميرا الماكرو والكاميرا العزل؟ انا من وجهه نظري الموبايل ده مش عاجبني وشايف ان ده تسعير غير منطقي وشايف ان الموبايل ده كده تهريج. دي كل حاجة عن البوكو ام 4 برو 5G زي ما بعض الناس طلبت، وكالعادة اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.